تعتبر وجبة السحور من الوجبات الرئيسية في شهر رمضان المبارك، وقد أكد الأطباء على أنها أهم من وجبة الإفطار، لأنها تعين المرء على تحمل مشاق الصيام. ولذا أوصى رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسحور، وحث عليه في غير ما حديث فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وسبب حصول البركة في السحور أن هذه الوجبة تقوي الصائم وتنشطه وتهون عليه الصيام، إضافة إلى ما فيها من الأجر والثواب بامتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذه الوجبة المباركة فوائد صحية تعود على الإنسان الصائم بالنفع، وتعينه على قضاء نهاره بالصوم في نشاط وحيوية. من هذه الفوائد إن تناول هذه الوجبة المباركة يمنع حدوث الإعياء والصداع أثناء نهار رمضان، إنها تساعد الإنسان على التخفيف من الإحساس بالجوع والعطش الشديد، وأيضا تمنع هذه الوجبة الشعور بالكسل والخمول والرغبة في النوم أثناء ساعات الصيام، وتمنع فقد الخلايا الأساسية للجسم. ومن الفوائد أن تناول وجبة السحور ينشط الجهاز الهضمي ويحافظ على مستوى السكر في الدم فترة الصيام. وأيضا من الفوائد الروحية لهذه الوجبة أنها تعين العبد المؤمن على طاعة الله عز وجل في يومه. ومن المستحسن أن تحتوي وجبة السحور على الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخس والخيار، الأمر الذي يجعل الجسم يحتفظ بالماء لفترة طويلة ويقلل من الإحساس بالعطش أو الجفاف، إلى جانب أنها مصدر جيد للفيتامينات والأملاح. يفضل أيضا أن تكون وجبة السحور من الأطعمة ذات السرعة المتوسطة في الهضم مثل الفول المدمس بزيت الزيتون أو الجبن والبيض، فهذه الوجبة تستطيع أن تصمد في المعدة من 7 إلى 9 ساعات، وتساعد على تلافي الإحساس بالجوع خلال فترة الصيام تقريبا، كما تمده بحاجته من الطاقة. كذلك يفضل ألا يحتوي السحور على كمية كبيرة من السكر أو الملح، لأن السكر يبعث على الجوع والملح يبعث على العطش، ويحصل السحور بما يتيسر من الطعام ولو على تمر. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود. فإن تعذر وجود التمر فعلى المسلم أن يحصل شرب الماء لتحصل له بركة السحور. كذلك من المهم تأخير هذه الوجبة قدر الإمكان إلى قبيل أذان الفجر، حتى تساعد الجسم والجهاز العصبي على احتمال ساعات الصوم في النهار، كما أن ذلك هو السنة، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرون السحور، كما روى عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. رواه البخاري في السنن. فعلى المؤمن أن يحرص كل الحرص على تناول هذه الوجبة المباركة والتي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعينه على العبادة في نهار رمضان، وتشد من قوته ليتحمل مشاق الجوع والعطش.
تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.